الاتحاد تعادل ايجابي 1-1 امام الاهلي في مباراه مثيره. اكيد يعني تعادل، انا شايف يعني من وجهه نظري ان هو مستحق، يعني يعني اكيد ان النادي الاهلي جاب فينا جون في اول تايم، كان ممكن نعدل النتيجه تبقى احسن من كده، خصوصا ان احنا عندنا كان فرصتين حقيقيتين يعني، لكن للاسف ولادنا برضو ما فيش استغلوها. عندنا قله الخبرات مقصره معانا، يعني احنا تاني تايم الحمد لله قدرنا نجيب الجون التعادل، لو عندنا شويه خبرات شويه كان ممكن تبقى الامور افضل من كده كتير، لكن اكيد لما نتعادل مع النادي الاهلي اكيد ان ده حاجه كويسه جدا يعني. يعني كابتن مختار، كنت الشوط الاولاني بتلعب بتامين دفاعي واضح جدا 4-4-2، اربع ديفندرات صراح يعني ما فهمش حد بيساعد في الهجوم، الشوط الثاني بدات تغير طريقه اللعب من 4-4-2 ل 4-3-2-1. يعني طبعا احنا خلاص مغلوبين، فخلاص مش باكين على حاجه، اكيد ان انا كان حريص قوي ان انا اقفل نص ملعبي بشكل كويس، ولادنا عملوها يمكن النص ساعه الاولانيين بشكل كويس قوي، الربع ساعه في الشوط الاولاني بعد ما جه فينا الجون اكيد ان هم قصروا شويه، لما دخلنا واتكلمنا قدرنا طبعا، اكيد انا عايز اعدل النتيجه، لما نزلت هيلمان ولعبت بثلاثه فراوده ولعبت ثلاثه في قلب الملعب دي ادتني برضه باول شويه في الحته اللي قدام دي، كمان لما نزلت الالفي عنده سرعات هايله جدا قدام، والحمد لله قدرنا نستغلها النهارده وقدرنا نجيب جون التعادل، ولو عندنا زي ما بقول خبرات شويه كان ممكن نعمل نتيجه، لكن نتيجه كويسه جدا. ما استفدتش من الطرد يا كابتن؟ لا اتعادلت على الاقل، اتعادلت يعني يبقى يعني استفدت طبعا. يعني كابتن مختار، مختار وانت احد ابناء يعني النادي الاهلي وكنت مدير فني سابق، شايف استبعاد شريف اكرامي في التوقيت ده والتصريحات اللي قالها الكابتن مارتن يول على شريف اكرامي ساعدته ولا ضده؟ ساعدت مين؟ شريف اكرامي. لا اكيد طبعا كل واحد له ظروفه، يعني جون اللي دخل في شريف اكرامي جون غير طبيعي، يعني اكيد ممكن يكون له ظروف معينه، لكن برضه كان لازم المدير الفني يمسك نفسه شويه، خصوصا ان هو محتاج شريف اكرامي، عنده ماتشات قويه جدا، عنده بطوله افريقيا، عنده لسه بطوله الكاس وهو في اشد الحاجه ليه، فكان ممكن برضه يعني 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 يصبر نفسه شويه في الكلام، لكن انا شايف ان هو ممكن يكون يستعجل شويه، وده طبعا يعني امر انا شايف برضه يكون قله خبره بالنسبه للمدير الفني. راضي عن الاداء والنتيجه؟ الحمد لله. بالتوفيق يا كابتن. كابتن سيف.